لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد بعد ما اتكلمنا عن الانقسام المتساوي والانقسام المنصف، النهارده هتكلم عن علم الوراثة. علم الوراثة هو انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى آخر. الوراثة انتقال الصفات الوراثية من جيل إلى آخر، هذا هو علم الوراثة. اهتم بهذا العلم العالم مندل. هذا الرجل كان قسيس وكان يعيش في أحد الأديرة، وبدأ يبحث في كيفية انتقال الصفات الوراثية. أول ما بحث في كيفية انتقال الصفات الوراثية كان هدفه أن يتعرف كيف تنتقل الصفات الوراثية من جيل إلى آخر. هذا الرجل أجرى تجاربه على نبات البازلاء، فوجد أن الصفات الوراثية تحمل على الجينات، وكل صفة وراثية في الجين تمثل بزوج من العوامل الوراثية. لماذا مندل اهتم أو اختار نبات البازلاء لإجراء تجاربه؟ أولاً، نبات البازلاء طول حياته قصيرة. ثاني شيء، فيه أكثر من صفة وراثية يتم دراستها. ثالث شيء، هو عبارة عن نبات. هذا النبات بيكون يحتوي على كثير من الصفات الوراثية. ثنائي الجنس، يعني خنثى، نبات خنثى، يستطيع أن يلقح نفسه ذرياً، ومن خلالها يقدر هو يتحكم في انتقال الصفات الوراثية، فيعمل توقيع خلقي بأنه يغطي المياسم ويمنع وصول حبوب اللقاح إلى المياسم، فيتم دراسة الصفة الوراثية الذي يحتاج إلى دراستها. اكتشف مندل إمكانية التوقيع الخلقي في نبات البازلاء. زي ما قلنا، الوراثة هي انتقال الصفات الوراثية من جين إلى آخر. وراثة الصفات، لاحظ مندل زي ما قلنا إن الصفات الوراثية، الصفات تحمل على الجينات. يبقى الصفات الوراثية تحمل على الجينات، وعندي كل صفة تمثل بزوج من العوامل الوراثية. إذا كل صفة تمثل بزوج من العوامل الوراثية. درس مندل بعض الصفات الوراثية. مثلا عندي النبات بذور صفراء ونبات بذور خضراء، فزوج النباتات الصفراء مع الخضراء، وجد أن أفراد الجيل الأول كلها بتطلع صفراء. فين اللون الأخضر؟ أين يوجد؟ إذا اللون الأخضر اختفى تماما، واللون الأصفر هو اللي ظهر. ظهور اللون الأصفر دليل على إن في صفة قوية وصفة ضعيفة. صفة سمى الصفة القوية صفة سائلة، وسمى الصفة الضعيفة صفة متنحية. فالصفة المتنحية تحجب ظهور الصفة السائلة. الصفة السائلة أقصد تحجب ظهور الصفة المتنحية. وبعدين زوج أفراد الجيل الأول، اللي نزل من الجيل الأول ونظر للي يطلع في الجيل الثاني، فوجد أن الجيل الأول 3 سائد إلى 1 متناحي، يعني 75% سائد و 25% متناحي. طيب بالنسبة للصفة السائدة، الصفة السائدة قلنا أي صفة تمثل بزوج من العوامل. الصفة السائدة عامل واحد يظهر الصفة، أما الصفة المتناحية لابد من وجود عاملين متناحيين. يبقى عامل واحد سائل يظهر الصفة السائدة، لأن الجين العامل السائل الواحد يغلب على المتناحي فيحجب ظهوره، أما الصفة المتناحية يبقى إذا الصفة السائدة قد تكون نقية وقد تكون هجينة، أما الصفة المتناحية دائما صفة نقية.
صفات نقيه. درس مندل 7 صفات مختلفه: لون البذره، لون الذره، لون القرن، شكل البذره، ملمس البذره، شكل القرن، طول الساق، موقع الذره. وجد ان افراد في الجيل الثاني تظهر بنسبه 3 الى 1، 3 سائل الى 1 متناحي. يبقى اذا الصفه السعيده هي الصفه اللي بتظهر تماما في الجيل الاول بنسبه 100% وتظهر في الجيل الثاني بنسبه 75%. الصفه المتناحيه الصفه التي لا تظهر تماما في الجيل الاول وتظهر في الجيل الثاني بنسبه 25%. ادي عندي جنبي بذور خضراء اهي، دي بذور خضراء ودي بذور صفراء، الاثنين بذور نقيه. طب ازاي يحصل على بذور نقيه ويتعرف عليها؟ يعني مسك البذور الصفراء وفضل يعمل لها تزاوج اكتر من مره، وكل ما تطلع صفراء تاكد انها صفراء نقيه، والتاني تطلع خضراء تاكد انها خضراء نقيه. خد الاثنين الاصفر النقي والاخضر النقي وزوجهم ببعض، زوجهم ببعض زي ما احنا شايفين كده الحركه. وبعدين افراد الجيل الاول كله هيطلع اصفر، هذا الاصفر ليس اصفر نقي، اصفر نجيل، لانه نتج عن ايه؟ عن تزاوج اصفر مع اخضر. عن تزاوج اصفر مع اخضر. نتجت افراد الجيل الاول كلها بذور صفراء. طيب في الجيل الثاني لما زوج افراد الجيل الاول لقى ان الاصفر هيطلع بنسبه 3 والاخضر هيطلع بنسبه 1، يعني 75% سائد الى 25% متناحي. طيب هنا لما اجي امثل الصفه الوراثيه، هنا انا عندي مثلا زوجت، هختار الحرف، انا دلوقتي اتاكدت من الصفه ان الاصفر اللي هو الصفه السائده، اختار الحرف ادي بي يعني بيرنتس، اختار الحرف دي 1 الاقي الجيل الاول، واي كابيتال واي كابيتال، ازوجه مع واي سمول واي سمول. الواي كابيتال ده اصفر بذور صفراء، الواي سمول بذور خضراء. طيب بيحصل في الانقسام المنصف انعزال العوامل الوراثيه، اخد واي كابيتال لوحدها واي كابيتال لوحدها مع واي سمول واي سمول. ابدا زوج وطلع لي افراد الجيل الاول. لما زوج الواي كابيتال دي مع الواي سمول دي تديني واي كابيتال واي سمول. زوج الواي كابيتال دي مع الواي سمول تديني واي كابيتال واي سمول. الواي كابيتال دي زوجها مع الواي تديني واي كابيتال واي سمول. زوج هنا يديني واي كابيتال واي سمول. انا ملاحظ ان في واي كابيتال في كل واحد فيهم، واي كابيتال يعني جين سائد. والواي سمول يعني جين متناحي، والجين السائد دائما يغلب على الجين المتناحي فيحجب ظهوره، كده طلع معايا بنسبه 100% صفراء هجين 100%، ده افراد الجيل الاول. لو خدت 2 من افراد الجيل الاول دول وزوجتهم واي كابيتال واي سمول مع نقول كده بي 2 بيرنتس مع واي كابيتال واي سمول، اعزل العوامل الوراثيه، اعزل العوامل الوراثيه واي كابيتال واي سمول مع واي كابيتال واي سمول، ابدا زوج وطلع لي افراد الجيل الثاني واي كابيتال واي سمول، واي كابيتال واي كابيتال، هذا مع هذا واي كابيتال واي كابيتال، زوج هذا مع الثاني واي كابيتال واي سمول. واي كابيتال واي سمول واي سمول واي سمول، دول كده 3 في 3 سائد الى 1 متناحي، 3 سائد اصفر الى 1 متناحي اخضر. يبقى اذا 75% سائد 25% متناحي. ده بالنسبه لي، ده بالنسبه لي تزاوج صفه وصفه واحده عند مين؟ سمى القانون الاول مندل سماه قانون السياده، او قوانين مندل كلها يطلق عليها قوانين السياده. القانون الاول بيقول لي اذا تزاوج فردان نقيان في زوج من الصفات المتقابله فانهما ينتجان بعد تزاوجهما جيلا به صفه احدى ابوين، ثم توارث الصفتان معا في الجيل الثاني بنسبه 3 الى 1. زي ما احنا شايفين كده لو زوجنا لون نبات بذور صفراء نقيه مع خضراء نقيه، هنا اللون الاصفر زي ما قلنا بيمثل واي كابيتال واي كابيتال، حصل انعزال العوامل الوراثيه، حصل انعزال العوامل الوراثيه،
وهنا وايس مول وايس مول الدرجات الخضراء ابدا ازود وهي كابتن على وايس مول يديني نفس اللي احنا قلنا عليه واللي احنا شرحناه على الصبوره العاديه. افراد الجيل الاول دول هتطلع زي ما احنا قلنا، في الجيل الثاني تطلع بنسبه 3 إلى 1. ان شاء الله المحاضره الجايه نتكلم عن التطبيق ثنائي الصفه عند مين. كان معكم الاستاذ عبد الرازق ابو النصر، كان معكم الاستاذ عبد الرازق ابو النصر معلم ماده الاحياء تاريخ 22 رجب. هذه هي اولى محاضراتنا وان شاء الله مستمرين مع بعضنا.